نعمل دلوقتي طاجن جمبري سهل جدا وبسيط، مفيش اسهل منه. بس خلوا بالكم لما نيجي نعمل الجمبري نخلي بالنا من حته التسويه. يعني ايه نخلي بالنا من حته التسويه؟ يعني الجمبري كل ما اتحط على النار زياده كل ما بقى عامل زي الكاوتش ملوش اي طعم. كل ما اتحط على النار زياده كل ما بقى عامل زي الكاوتش. تيجوا تقطموه كده او تيجوا تاكلوه ما يتقطمش بسهوله، تحس ان هو بيشد مجلد ناشف، ده بسبب حطه كتير على النار. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ التوابل الحلوه بتاعتنا دي كلها هديها تشويحه سريعه مع طاسه سخنه قوي، طاسه سخنه قوي، يا دوب مجرد ما الجمبري ينزل معاها يلون. مجرد ما يلون عملت انا تتبيله كده وحطيتها في ارضيه طاجن، رصيت الجمبري على وش الطاجن ودخلته الفرن. مش عايزه اكتر من كده، مش عايزه اكتر من كده. ناخد المنيو بتاع الجمبري بتاعنا ونشوف محتاجين ايه في المنيو بتاعنا. نص كيلو جمبري وسط او كبير زي ما انتم عايزين او الموجود عندكم، بس يكون بقشره. حلاوه الطاجن الجمبري بصراحه ان هو يكون بقشره. معايا بصلتين شرايح، معايا 2 فلفل رومي شرايح، معايا كمان طماطميتين شرايح، معايا ايه كمان؟ 5 فصوص ثوم صحيح، معلقتين كبار فلفل حار مفروم، معلقتين كبار من الصلصه، كوبايه ميه دافيه، كمون وملح، ومش عايزه اكتر من كده. الطاسه عندي سخنه، بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم هعمل كده. بصوا لازم تكون سخنه واسمع الصوت اللي انا سامعاه ده. ليه؟ علشان اول ما اعمل كده اللون بتاعه يتغير بالشكل ده كده. بصوا يتغير اللون كده يبدا يفتح معانا. احنا طبعا منضفينه وفاتحين الظهر بتاعه وشايلين كيس الرمل. يتغير اللون بتاعه كده خالص بالشكل ده. كل ما بنحطه على النار زياده كل ما ايه؟ كل ما بيشد. انا مش عايزه يشد. بصوا كده. طيب احط معاه ايه كمان؟ عندي التوم سليم. توم سليم ما بيدوب معانا في الفرن بيبقى مدي تطعيمه حلو. معايا شويه كمون، شويه فلفل حامي، ويا سلام بقى لو احمر بيبقى مخلي شكل الجمبريه نفسها في منتهى الجمال. نرص بقى الجمبري بتاعنا كده. طب انت حاطه في المقادير صلصه وحاطه ميه، فين دول؟ هقول لكم حالا. انا عايزه بقى الطماطم اللي تحت والبصل يدبل معايا والثوم دوت يستوي عشان يطلع لي روايح حلوه في منتهى الجمال كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كوبايه او عندي مج معياري اهو، احط فيه ميه سخنه عشان يغلي معايا على طول. اهم حاجه ميه سخنه، مش عايزه ميه من الحنفيه وارجع بعد كده لما ادخلها الفرن تاخد معايا وقت. الوقت اللي هتاخده في الفرن هيبقى زيادة على تسوية الجمبري، وأنا مش عايزة الجمبري يقعد في النار كتير كده. أهو حبة كمون، سنة من الفلفل الحامي، طبعا أنا رشيت على البصل رشة ملح فمش عايزة رشة ملح تاني، وأعمل كده. بالشكل ده. واروح ممكن اغطيه فويل وممكن ما اغطيهوش، بس انا هغطيه فويل لسبب ان انا عايزه انت يعني انت غطيه، لان انا مش هغطيه. غطيه فويل لسبب علشان البصل والطماطم والفلفل يتبلوا، علشان يتبلوا. لكن انا عشان وقت حلقتنا انا هحطه في الفرن على طول عشان ياخد التشميعه والشاويه الجميله اللي احنا عايزينها دي، ونطلعه ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. طيب على درجة حرارة 200 مش كتير. طيب بصوا كده، أول ما يطلع بالشكل ده نروح عاملين كده. سامعين؟ عصرة الليمون دي هتبقى في منتهى الجمال بالشكل ده كده.